اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن من التناقض الخطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرقي البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجا معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيليجيتش أمس الأربعاء إن مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجا والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بهما تتداخل مع بعضها البعض، مؤكدا أن سبب ذلك هو أن اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية. Commissioners, dear Minister Roswell, let me begin by stressing that any loss. وللحديث أكثر حول هذا الملف معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي، هو معنا من اسطنبول. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. أهلا أهلا. بداية، لماذا تتحفظ تركيا على هذه المذكرة البحرية بين مصر واليونان؟ طبعا إذا كان يكون هناك مذكرة تفاهم لابد أن يكون جماعي، لأن البحر الأبيض المتوسط ليس حكرا لأحد، وسيادة اليونان ناقصة، هناك أيضا يوجد سيادة تركيا، إذا هناك تقاطع بين مصالح تركيا وبين مصالح اليونان، ولكن اليونان دولة اليونان تريد أن تتفوق على تركيا بسياسة المحاور، تريد أن تعقد مذكرة التفاهم مع مصر وغيرها، هذا تقطع طريق تركيا في البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد هذه المذكرة أو بعد التفاهم سيكون هناك تقاطع بين ترسيم في المياه بين ليبيا، دولة ليبيا، وبين تركيا. نعم. إذا سيكون هناك إشكال جديد أمام الأطراف، أمام الطرفين. تركيا لا تريد ذلك، اليونان لو كانت له علاقة جيدة مع تركيا لم تصل هذه التعقيدات وهذه الإشكالات بين الجانبين. إذا كان سياسة كيدية، اليونان تمارس سياسة كيدية تجاه تركيا. لما حصل هناك تفاهم أو اللقاء بين الرئيسين التركي والمصري، هم طبعا عجلوا في هذه المذكرة، أصلا طول أمر هذه المذكرة إلى السنوات الماضية قريبة. نعم. أستاذ مصطفى، يعني المتابع للسياسة الخارجية التركية يرى ويرقب تقاربا ودفئا نسبيا إنجاز التعبير توجب المصافحة الأخيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أي مدى يمكن لهذه الاتفاقية أن تعيد هذا الدفء إلى نقطة الجمود مرة أخرى؟ طبعا يتوقف تحسين العلاقات إلى حسن النوايا الطرفين، يعني إذا كانت مصر لديه حسن النية تجاه تركيا، طبعا لم أبرمت هذه الاتفاقية أو لم تتفاهم حتى طبعا تتعلم موقف تركيا، إذا كانت تركيا توافق على ذلك، لأن البحر الأبيض المتوسط ليس كما ذكرت حكرا لسيادة مصر أو سيادة اليونان، إذا تكون هناك خطوة لابد أن تكون هناك موافقة من تركيا، أن تكون هذه التفاهمات جماعية، لأن البحر الأبيض المتوسط كله على الجميع، وهناك شواطئ لتركيا كما في اليونان شواطئ، إذا إنما تبقى تركيا فقط أو تشعر أن هناك سوء نية تجاه تركيا في هذه العالم، طبعا لا تتقدم الأمور إلى الأحسن إلى الأفضل بين تركيا ومصر، إذا تتوقف أصلا تطوير العلاقات في هذه النقطة في هذا الحصر.
نعم، إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة اليونانية أن تدفع لتسارع أكبر في العلاقة ما بين تركيا ومصر؟ الرئيس التركي تحدث أنه يمكن بعد الانتخابات أن تحدث نقلات نوعية في العلاقة مع سوريا ومصر، هل يمكن لهذه الاتفاقية أن تسرع شيئا دبلوماسيا بارزا بين أنقرة والقاهرة قبل الانتخابات حتى؟ نعم، هناك إرادة من الطرفين خاصة تركيا طبعا بحاجة إلى جودة مصر أو إلى مصر جهة استراتيجية نحو أفريقيا، لذلك عجلت أصلاً وتسارعت أصلاً للتطبيع مع نظام مصري. طبعاً هناك أيضاً مقابلة لهذا الموقف التركي الجديد للتقارب. إذاً نعم، بالنسبة لسوريا كذلك، يعني هناك محاولات أصلاً لتطبيع العلاقات، هناك تجري منذ شهور مباحثات الأولية بين الجانبين على مستوى المفاوضات، على مستوى ربما دبلوماسية أو وزارة الخارجية وما إلى ذلك. فايت المفتاح التقى مع وزير الخارجية تركيا مرموش تشاوشوغلو وما إلى ذلك. إذن هناك إرادة بين مصر وتركيا للتعجيل في تحسين العلاقات. وبالنسبة لسوريا أيضا تركيا مدفوع أصلا لتطبيع العلاقات مع نظام سوري مثلا، على سبيل المثال تركيا تنوي أصلا لإجراء إرسال القوات البرية إلى سوريا، ولكن هناك محاولات لإيقاف هذه الخطة العسكرية، العملية العسكرية من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، نعرف ذلك هذا مولى لا يدفعون تركيا للتطبيع مع نظام سوري. ما هذا النظام ليس له سلطة حقيقية، السلطة مرتبطة، السلطات مرتبطة مربونة بموافقات موسكو الإيران وما إلى ذلك. إذا يعني الذين يظاهرون هذا النظام نظام دمشق هم يريدون تطبيع تركيا علاقاتها مع النظام السوري في هذه الحالة، فهم يطالبون في المستقبل لإجراء تركيا قواتها من سوريا ودون أن يصل إلى حل سياسي بين الفرقاء أو المعارضة والنظام، يريدون تسوية سياسية لصالح النظام فقط باستغلال تركيا بشكل من الأشكال. نعم، كل الشكر على مشاركتك معنا، وهذا تعليق أستاذ مصطفى أوزجان الكاتب والمحلل السياسي التركي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.